اليوم إن شاء الله بدنا نكمل في جزئية أخرى من جزئيات الشابتر. إحنا حكينا في عندي limits, fits and tolerances, هذا كان التايتل تبع الشابتر اللي إحنا ماخدينه شابتر 2. بلشنا في التولرانسز لأنها هي العتبة الأولى لفهم آلية وضع الدايمنشنز. الآن بدنا نشوف صار في عندي تولرانس, في عندي أيضا علاقة ثانية يجب أني أنشئها بين القطع الميكانيكية اللي بدو يركبوا كلهم في منظومة واحدة. وإحنا اتفقنا معناته أي شيء ميكانيكي بدو يكون عندي مجموعة من القطع, وهناك علاقة معينة تربط القطع في بعضها البعض. خلصنا من موضوع التوليرانس, الآن في عندي الفيتس. قد تكون بعض القطع مخنقة على بعض, قد تكون القطع مرتاحة مع بعض يعني في سلايدنج, وقد تكون في عندي لوز موشن على بعض القطع. اللي بدنا نحكي عنه في محاضرتنا هو كالتالي: في عندي كليرانس فيت, في عندي ترانزيشن فيت, وعندي انترفيرنس فيت. الآن لما أنا قلت لك والله كان في عندي شيء قياسه أكبر بكثير من القياس المطلوب, فكنا كأننا بنحكي عن نوع من أنواع الفيتس وتسمى الكليرانس فيت. طيب احنا قلنا انه لما جينا اشتغلنا على التوليرانسز, هاي عندي مثلا شكل معين قلنا حطينا عليه تولرانسز بحيث انه يكون عندي انا البيسك سايز موجود within هاي الليميتس اللي احنا حطيناها كتوليرانس. شو قلنا تعريف التوليرانس؟ هو الجبريك difference between the upper limitless size and lower limitless size. إذن هذا بدنا نسميه upper limit, هذا بدنا نسميه lower limit. تمام. الآن في عندي القطع بدها تركب مع بعض في الميكانيك, لا يعقل إنه كل اللي بدها تعامل معه بدها تكون التوليرانس بالقياس الخارجي. قد تكون عندي القياسات أو التوليرانسز على قياسات داخلية. يعني مثلا أنا هنا في عندي قياس داخلي قد يكون مثلا ثقب, والآن بدي أجي أعطي والله مقدار معين من هاي التوليرانس. إذن في عندي أجزاء متراكبة مع بعض بده يكون بعض الأجزاء التوليرانس فيها على القياسات الخارجية, الأجزاء الأخرى بده يكون عندك التوليرانس على القياسات الداخلية. يعني الآن أنتوا هذا الرسم إن شاء الله يكون واضح إنه أنا حطيت القياس أو التوليرانس على القياس الداخلي, هيو هذا قياس داخلي. يعني لما بدي أجي أركب القطعة اللي فوق هون بتلاحظ إنه عندك أنت توليرانس على القطعة اللي إلها قياس من الخارج, وبدها تركب مع قطعة إلها توليرانس بالقياس الداخلي. الآن في مصطلحات علم القياس لما يكون عندي التوليرانس على القياس الخارجي بنسميه شافت, بغض النظر هو شافت ولا مسمار ولا بيليا. المهم الجزء اللي عليه تولرانسز من القياس الخارجي بنسميه شافت, والجزء اللي عليه تولرانسز بالقياس الداخلي بنسميهم هول. إذن علاقة الأجزاء الميكانيكية بدها تكون between shaft and hole, بدهم يركبوا مع بعض بحيث أنه نعرف العلاقة الآن بين الشافت وبين الهول كيف ستكون. هل هي clearance fit؟ هل هي transition fit؟ هل هي interference fit؟ وبالنسبة للشافت قلنا اللور ليمت هيها موجودة عندي هون والأبر ليمت موجودة عندي هون, بينما بالهول أو بالنسبة للهول أيضا بدنا نقول هنا upper limit وهاي lower limit. والآن عشان نفرقهم بدنا نسمي upper limit S يعني upper limit للشافت, lower limit S يعني lower limit للشافت, upper limit للH يعني upper limit للهول, lower limit للH يعني lower limit للهول. فالآن أنا في عندي upper limit lower limit للشافت, بحط قدامهم إيش؟ حرف الأس. في عندي upper limit lower limit للهول, فبقول upper limit للهول ولور limit للهول.
إذن راح نصير نستخدم هاي المصطلحات من الآن فصاعدا من أجل إنه نعبر على قيمة التوليرانس، ومن خلال قيمة التوليرانسز الموجودة بين الشافت والهول بنعرف شو علاقتهم مع الديفرنت فيتس. هاي عندي أنا كليرانس فيت، عندي ترانزيشن فيت، أو قد تكون العلاقة بيناتهم انترفيرنس فيت. خلينا نيجي الآن نأخذ الكليرانس فيت. كليرانس فيت معناها إنه أنا في عندي سيستم من هول آند شافت. هاي هذا الهول، وأكيد في للهول عندي توليرانس، وعندي في نفس السيستم في عندي شافت بده يركب داخل هاي الهول. الآن الشافت أكيد بده يكون فيه له توليرانسز أيضا. تعريف الكليرانس فيت الآن في هاي الحالة بقول لك إنه أنا لما بدي أجي أوافق بين القطعتين الهول والشافت، أخلي الشافت في مكانه داخل الهول، راح يكون في هناك ديفرنس بين الأبر ليميت للشافت واللور ليميت للهول، راح يكون في عندي فراغ. هذا الفراغ هو هذا اللي بسموه لي الكليرنس، كم يوجد هناك خلوص بين الأبر ليميت للشافت واللور ليميت للهول. وهنا أيضا كليرنس، وفي بعض الحالات بيسموه لي الالاونس. إذن كليرنس هي الالاونس، هي معناها قديش مقدار الفرق بين الأبر ليميت للشافت واللور ليميت للهول. إذن أنا لما بدخل الشافت مكانه بالهول راح يكون يتحرك براحته لأنه في فراغ بين الشافت والهول، وهذا اللي بيعطيني مسمى الكليرنس فيت. من الأمثلة عليها يعني مثال بسيط، أنت رحت على إيد الباب، هاي هذا إيد الباب، هاي الزرفيل، ومسكت هاي إيد الباب وبلشت تعمل عليها تخلخل فيها فوق وتحت، شو بتلاحظ؟ إنه هي بتدور حوالين محورها حركة بسيطة، وبحيث إنه أنت لما تعطي الإنف فورس بيفتح الباب عندك. إذن ما في عندك ممانعة بين إيد الباب والزرفيل، الحركة بيناتهم حرة جدا، إنما الفورس اللي أنت سلطها هي بس مجرد ما تفك مثلا النابض اللي موجود بالداخل عشان يسحب للسان ويدخلك أو يطلعك من الباب. إذن عندي هون أنا جزئين ميكانيكيين، لو بدي أطلع عليها بالسايد فيو، هاي هذا الزرفيل وهاي إيد الباب. في عندي هون شافت وفي عندي هون هول موجود على الزرفيل، العلاقة بيناتهم حرة لأنه أنا ما بدي الهول تحشر لي الشافت ويصير عندي بدي إكسترا فورس عشان أفتح الباب، لا، بتكون العلاقة حرة بيناتهم. فهنا بقول أنا والله عندي كليرانس فيت. من الأمثلة الأخرى إن يكون أنت عندك مثلا زي عرباية اللي موجودة على المخرطة. عرباية الموجودة على المخرطة بالعادة بتكون بتمشي على سكة، وهي السكة طبعا بيكون في إلها جروفز معينة، بتيجي العرباية بيكون في إلها نفس فتحات الجروف هيك، وبتكون تتحرك على السكة رايحة جاي. هاي هي الجروف ثبت العرباية. الآن أنت لما تيجي تحرك عرباية المخرطة بتوديها والله للأمام وللخلف، ما بتحس إنه في عندك أي ممانعة، بس مجرد ما تحط شحمة بتحس إنه العرباية رايحة جاي. في هيك حالة منقول والله العرباية is sliding on the track، قاعدة بتتحرك على التراك. إذن هون أنا في عندي clearance fit، معناها إنه في عندي خلوص، ما في تداخل بين الأبعاد الموجودة بين القطعة الأولى والعلاقة بيناتهم sliding. وإذا بدنا نعرفها في مصطلحاتنا اللي قبل شوي ذكرناهم، منقول إنه في clearance fit إنه يكون عندك اللور ليميت للهول أكبر من الهاير ليميت للشافت. هذا باختصار سبعة رموز بتشرح لك فقط ما هو الكليرنس فيت. اللور ليميت للهول، هي اللور ليميت للهول، خلينا نقول عنها هيك لور ليميت للهول، وعندي هي الهاير ليميت
للشافت أو الأبر ليميت للشافت. إذن عشان أعرف أنا شو الكليرانس فيت بدي أقول إنه اللور ليميت للهول أكبر من الهاير ليميت للشافت. هذا هو تعريف الكليرانس فيت وهي موجود عندي في الصفحة رقم 8 من شابتر 2. نروح على النوع الثاني من أنواع الفيتس وهو الترانزيشن فيت. هاي ترانزيشن فيت. الترانزيشن فيت الآن نفس الشيء بدنا نيجي نقول والله هو الترانزيشن معناته كأنه انتقالي. في عندي هول وهذا الهول عندي وفي عندي شافت بده يركب داخل هذا الهول. يقول لك في الترانزيشن فيت انه لما انا بدي ادخل القطعه هون بدها تفوت شوي حشره. يعني انا صحيح بقدر ممكن ادخلها في ايدي او طرق بسيط ولكن لا زالت العلاقه اكثر تايتنس من الكليرنس فيت. قلنا الكليرنس فيت هي عباره عن لوز موشن، حركه بدها تكون سهله، بينما في الترانزيشن فيت لا، هون انا بدي اضغط شوي على الشافت عشان يفوت أو بدي أعمل له كومبرشن، يعني بدي أضغطه شوي. طيب يا ترى لما بدنا نيجي نعرفه في دلالات اللي هو الرموز تبعتنا شو بدنا نقول؟ هيها موجودة أمامنا. بيجي بقول لك هنا لما بدي أجي أدخل أنا الشافت فعليا هو بده يكون بنص التوليرانس الموجودة على الهول. إذا ممكن نعرفها في هاي الطريقة. من الأمثلة هي القمصان اللي مننزلهم في سكبة الماتور، لأنه أنا في عندي هون هذا القميص أو السليف وفي بده يكون البستون بيتحرك بالداخل. طبعا هون في عندي أنا كليرنس فيت بيناتهم بصراحة. هون لما يكون البستون ذراع البستون قاعد بيتحرك طالع نازل، هاي اللي بيناتهم كليرنس فيت، وطبعا بيعملوها عشان اختلاف درجة الحرارة فبسمحوا للإكسبانشن إنه يصير في هذول القطعتين. لكن وين بصير عندي الترانزيشن فيت؟ لما يكون أنا عندي سكبة ماتور، هاي سكبة ماتور نعتبرها، وفي عندي الحجرات اللي بده ينزل فيها السليف. الآن لما تيجي تركب أنت السليف داخل حجرة الماتور بدك تفوته دق. أما هاي شو منفوتها؟ هاي منفوتها بالإيد وبتكون سهلة الحركة. إذا علاقة البستون مع السلندر هي عبارة عن كليرنس فيت، بينما علاقة السلندر مع البلوك تبعت الماتور هاي اللي بدها تكون ترانزيشن فيت. هون هيك بدنا نرسمها، وبالعادة انت هنا بتدقها دق، بتكون عليها هامرينج عشان تدخلها مكانها. انترفيرنس فيت معناها مرة ثانية بدنا نرد نرسم الهول وبدنا نرسم الشافت والتوليرانسز تبعهم. هاي الهول وهذا الشافت. لاحظ الآن التوليرانسز تبعت الشافت اتخطت التوليرانسز الموجودة على الهول. هسا شو منقول لما بدنا نيجي نعرف الانترفيرنس فيت؟ انترفيرنس فيت معناها انه الهاير ليميت للهول اقل من اللور ليميت للشافت. هاي زي ما احنا شايفين هون في هذا المثال، هاي الهاير ليميت للهول اقل لسه من اللور ليميت للشافت. يعني انا فعليا اذا بدي ادخل الشافت جوا الهول مش راح يركب بالظروف الطبيعيه. خلينا نيجي ناخذها من هاي السنتنس. ان ان ترانزيشن فيت بقول لك الهاير ليميت للهول، هاي هنا بده يكون عندك المينيمم سايز اوف ذا شافت ذات از لور ليميت للشافت، بده يكون طبعا اعلى من الهاير ليميت للهول. اذا الهاير ليميت للهول بده يكون اقل من اللور ليميت للشافت. طيب يا ترى انا الان في عندي قطعتين، واحده اكبر بكثير من اللي هو الشافت، اكبر بكثير من الثقب اللي بده يدخل جواته. طب كيف بدي ادخله في هاي الطريقه؟ انه بدنا نسخن الهول بحيث انه يصير عندي تمدد حراري، بعدين هاي تكون بارده القطعه، بدخلهم مع بعض ولما يبردوا بتلاقي هاي القطعة كبست
على الشافت الموجود عندي. ومثال عليها مسامير التيتانيوم اللي بيستخدموهم عشان يربطوا جناح الطيارة في جسم الطيارة نفسها. هاي عندنا مثلا جسم الطائرة هون بده يركب الجناح، تمام؟ الآن في عندك هون مجموعة من خلينا نسميهم الريفتس، ولكنها ريفتس تشتغل على الانترفيرنس فيت. بتلاقي واحد من العمال مسخن مكان الهول على البادي تبع الطيارة، هاي سخني، وبيجي المسمار اللي هو مصنوع من التيتانيوم وهو التبشيمة بيكون ايش؟ بارد، بيكون طبعا في الليكويد نيتروجين او احيانا في السي او 2، فهذا بتقلص بالبرودة وهذا بتمدد بالحرارة. بقول لك لازم يكبسوا مكانه خلال 15 سكند، خلال 15 ثانية لازم يدقوا محله. فتلاقي واحد وراه بالضبط معاه مهدة وواحد بالملقط ماسكها وبسنترها مكانها ومباشرة بدقها بالمهدة، علما انه هذا بارد وهذا ساخن، لكن لا يدخل ايضا المسمار مكانه بسهولة. بتلاقيه نازل يضرب فيه يضرب فيه لحد ما يدخله في مكانه، لكن بعد ما هاي ترجع لحراراتهم الطبيعية يصير اكوليبريوم بيناتهم، بتمسك عليها ولن تفك الا في عمليات القطع، يعني بدك تروح تقصها قص للتبشيم.